روح للينا اللي كمان عندها رسائل إيجابية في عالم الرياضة. يسعد صباحك يا لينا. يسعد صباحكم. عندي رسائل إيجابية وأنا كتير متفائلة إن شاء الله بقدوم شهر رمضان المبارك. دي عايد عليكم وعايد على كل المشاهدين. بس لحظة لين لو سمحتي، أنت الحين على إنستغرام في عندك غش، يعني قاعد تحطين صور أيام أنت مسافرة وأمور. والله يا هاني بدنا نصبر حالنا شوي. عم نتذكر هيك اللحظات. ذكريات حلوة. أيوة تقدير. فإن شاء الله نقدر نرجع نسافر عن قريب ونقضي إجازات حلوة. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. وراح أبدأ بفيديو شاركه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع متابعيه، بيدعو للتفاؤل والإيجابية. وبهذا الوقت الصعب أكيد نحتاج هذا الشيء بظل توقف الأنشطة الرياضية. من الفريق اللي لازم نشجعه لنوصل للكأس المنتظر؟ The playoffs have been cancelled. The tournaments, the leagues, the championships, they've all been postponed. And so right now, there are no different games and different titles to win. And different cups to raise. Because for the first time in a long time, there's only one team to support. There's only one team to put our whole heart behind. Sure, we'll still have our star players, our MVPs, our greatest of all times. And yeah, we'll still cheer them on. And we'll still pray for a victory. And we'll still do everything we can to show our support. Because we're all in this together. When in doubt, remember, the whole world is playing from one side. We're one team. This is our home ground. This is our World Cup. And we will win. We will win. إن شاء الله يا رب كلنا أمل نسمع أخبار حلوة الأيام الجاية. ويمكن رغم إغلاق كل الفعاليات والنشاطات الرياضية وحتى النوادي، عم بيقوم مجلس دبي الرياضي مبادرات رائعة في المنزل وأحدثها تحدي الطواف الافتراضي. وعندي لكم رسالة من الأستاذ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي. دائما إنسانا إيجابيا وليس سلبيا. عندك إرادة، عندك عزيمة، عندك صبر، عندك تحدي، وعلى الله دائما متوكل. وخليك في البيت، أمانة وواجب أن نلتزم فيه، حماية لك شخصيا ولأسرتك ولمجتمعك، وأيضا تنفيذا للقرارات الوطنية التي تسعى إلى محاربة ومحاصرة فيروس كورونا. من البيت ممكن تقرأ، ومن البيت ممكن تمارس نشاطك مع أهلك أيضا، فمارس نشاطك وابدأ الآن، خلك نشيط وخلك سليم. يعطيكم ألف عافية وبانتظار المزيد من المبادرات الحماسية اللي فينا نعملها بالمنزل. وأكيد كلكم تتذكروا الماراثون المنزلي اللي أطلقه مجلس دبي الرياضي الأسبوع الماضي. خلونا نشوف تجربة إحدى المشتركات وهي العداءة الأردنية كفاح سبيتان يلي شاركت بأكثر من 30 ماراثون حول العالم، لكن كشفت أنه هالمشاركة المنزلية كان إلها طعم مختلف. كان الماراثون كتير كتير مميز لأنه كان فريد من نوعه، أنك أنت تركض 42 كيلو 195 متر داخل البيت، موضوع ما بقدر أي شخص أنه يتصوره. بس الحلو بالموضوع أنه كان في أكثر من 700 مشارك من داخل الإمارات وخارج الإمارات. وبصراحة قبل ما يكون موعد الماراثون بثلاث أسابيع كنا إحنا على اتصال مع بعض عشان نجهز حالنا لهالماراثون، فنسينا موضوع الكوفيد-19، كان كل تركيزنا على الماراثون المنزلي. إذا أنا و700 مشاركة قدرنا نركض 42 كيلو داخل المنزل، أكيد أي شخص تاني موجود بقدر يقوم بأي نشاط مهما كان بسيط. بما أنه شهر رمضان الفضيل على الأبواب، ما ننسى أنه نقوم بأي نشاط إحنا وأفراد عائلتنا أو مع أصدقائنا أونلاين. ومثل ما قالت كفاح، خلينا نستغل هالوقت لنمارس الرياضة مع أفراد عائلتنا، وهذا الشيء اللي عم يعملوه الأخوين ومدربي اللياقة حسام ومضر عفيفة، وحبوا يشاركونا بتمارين للمبتدئين والمتقدمين. صباح الخير لكل المشاهدين، أنا الكوتش حسام عفيفة. أنا الكوتش مضر عفيفة. اليوم رح نقدم لكم تمارين بتناسب جميع الأشخاص، تعتمد على وزن الجسم. أنا رح كون اللي بعمل تمارين للمبتدئين وراح أعمل تمارين للمتقدمين. We'll be right back.
طبعا هاي التمارين تعتمد على وزن الجسم. كل تمرين هو 20 ثانية، نرتاح 10 ثواني بين كل تمرين وتمرين. نتمنى لكم دائما الصحة، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. شكرا للكوتش حسام والكوتش مدر لانه اعطونا خيارين بالتمرينات. وهلا بنروح لاكثر شخص قدر يقلد كريستيانو رونالدو لحد اليوم، مين بتتوقعوا؟ يمكن أول مرة بنشوف كريستيانو رونالدو بهاي العفوية. وفي شيء تاني حنشوفه لأول مرة، أغرب مباراة بيسبول والسبب حنتعرف عليه سوا. مو بس انحرمنا من المباريات والمدرجات، لا كمان تم استبدالنا بدمى بلاستيكية وكرتونية بمباراة بيسبول في تايوان لتشجيع اللاعبين، وعلى حد قول المنظمين ليزيدوا حماسنا بالبيت. ما بعرف إذا لازم نزعل أو نضحك، يلا على الأقل واضح أن الدمى مبسوطة. يعني مثل ما بيقولوا المضحك المبكي، بس مو مشكلة إن شاء الله راجعين نحضر ونشجع بالملاعب ونتحمس كلنا مع بعض. وبهالمناسبة بدي أسأل هاني وسارة، شو أول ملعب حتزوروه بعد ما تخلص أزمة كورونا؟ والله أنا الملعب اللي جنب بيتي خلي أول ما يفتح أكيد حروح، يعني الواحد اشتاق على كل الخدمات اللي حوالين بيته، إنه يروح يمشي يشوف الملاعب الحدائق، فهذا نروح أول، بعدين أنت تاخدين عاد الملاعب الكبيرة. أنا بدي ورجيكم ملعب هو هذا اللي ناوية زوره إن شاء الله بعد أزمة كورونا، حتى لو بغض النظر مين الفريقين اللي عم يلعبوا. شوفوا معي هذا الملعب، ما بعرف إذا عرفتوا وين موجود. أنا هذا ما حتفرج على المباراة إكزاكتلي، فأنا ما عندي مشكلة مين حيكون عم يلعب، بس الملعب كتير حلو، هذا موجود بالمالديفز إن شاء الله هيك نقدر نزوره كلياتنا مع بعض إن شاء الله يا رب. ايش رايك يا هاني؟ والله روعه روعه صراحه, صراحة. خلص مباراه تروح البحر اي مجد، او احنا في البحر انت قول لنا ايش النتيجه ايش النتيجه